ماشي، عشان استنى معلش. هم واحد نظر هو ان هو هيذبح عجل بتلو، طيب فهو عاوز يسيبه يكبر شويه عشان اللحم يكون اكتر، ينفع ياخر سنه شويه ولا لازم يذبحه عجل بتلو؟ والله وعجلت اليك ربي لترضى، نخشى من تغير النية او من الوفاة، فالاحسن يذبح عجل بتلو لان لحمه احسن.